الملائكة والجن والإنس وغيرهم ممن يدعوهم الوثنيون، والله لا يملكون مثقال ذرة من هذا الكون، لأن هذا الكون كله ملكه وكله خلقه وتدبيره خاص به سبحانه وتعالى، وكلهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا دوما، كلهم لا يملكون شيء من هذا. يعني هذا يقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ألا يستحي من ينتمي الإسلام أن يعتقد في رسول الله غيره أن يملك الضر والنفع؟ والله سبحانه لقد صرح على لسان هذا الرسول: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دون متحد. فحق على مسلم، كل مسلم يقول هذا ويؤمن بهذا، بارك الله فيكم، ويعتقد في رسول الله وغيره أنهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا. قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستخفيت من الخير وما مسني السوء. وينفي عن نفسه أنه يضر أو ينفع، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يعلم الغيب، لأن هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرضين وخالق الجن والإنس أجمعين سبحانه وتعالى. هذه من خصائصه التي لا يشبقه فيها أحد. والدعاء كما قلنا لكم هو العبادة، فلا يجوز أن يدعى أحد غير الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قبل. هل في أوضح وأسرع وأبين من هذه الآيات الصادعة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والتي تحصر الضر والنفع لله سبحانه وتعالى، وأن غيره لا يملك شيئا، ولو دعي إلى يوم القيامة لا يمكن أن يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، كيف تصدق الله تعالى؟ الله أخبرك أنك إن دعوت غيره ميتا أو غائبا لا يمكن أن يسمع. كيف تطمع في هذا الميت الذي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، وفي حال حياته لا يملك نفسه ضرا ولا حياة ولا نشورا؟ كيف تطمع فيه؟ كيف تدعوه؟ والله سبحانه وتعالى حرم عليك أن تدعو غيره، وبين أن هذا شرك وضلال، وبين لك أن الناس كلهم فقراء إلى الله والله غير غني، وبين لك أن كل هؤلاء المدعوين لا يملكون قطميرا. القطمير هو القشرة في نواة التمر، غلاف التمر النواة لا يملكها أحد. الله مالك هذا الكون كله سبحانه وتعالى، خالق هذا الكون ومدبر ومنظمه، وهؤلاء الذين تدعوهم كلهم لو اجتمعوا ما يملكون من قطمير، من هذا الكون كله ما يملكون قطميرا. فلا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى، بين لك أن ما يملكون من قطمير، أنك إذا دعوتهم لا يسمعون. كيف تعتقد أنهم يسمعون؟ كثير من الناس من تسمية الإسلام ينادي عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو غيره من المدعوين، يناديه من آلاف الأميال ويعتقد أنه يسمعه ويستجيب له ويحقق له مطالبه ويكشف عنه كربه. هكذا يعتقد، هكذا لقنهم الشيطان ولقنهم زنادقة الزنادقة الذين دسوا هذه العقائد في أوساط كثير من البلهاء والمغفلين. والله عبد القادر لا يملك إلا السيف والرماح. والله كنت في الهند وزارني طالب علم من الخرافيين ومعه كتاب فيها ترجمة عبد القادر، جلد ضخم طبعا قديمة، وجلس يناظرني وأنا أبين له، قال له الآيات وكذا التوحيد، بين له
يعني ضلال على المشركين، وعيد الذي يتوعد الله به المشركين، أبين له أبين له. قام يقرأ علي من ترجمة عبد القادر إنه بينما كان الله وعبد القادر يتماشيان على شاطئ نهر إذ انزلقت بالله رجله فانتشله عبد القادر، وبيت له هذا ضلال وهذا كفر لا يقوله يهود ولا نصارى، والله اليهود والنصارى لا يتقون بين الأقانيم، وأبين له أبين له. أخذ الكتاب وقطعه أمامي، ثم كان يتردد علي وطلب مني أن يصحب الجامعة، فكتبت له الجامعة في ذلك الوقت، ولا أدري والله ما مصيره، لا أدري مات، لا أدري جاء الجامعة ما جاء الله عليه، لكن الشاهد أنهم قد ألفوا في الكرامات للأولياء وذكروا فيها من الأساطير والضلالات والكفيات والإلحاد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. النبهاني ألف كتاب سماه شواهد الحق في جواز الاستعاذة من سيئة الحق، ملأه بالكفريات والضلالات والدعاء إلى الشرك ومحاربة الموحدين، وله كتاب جامع كرامة الأولياء في مجلدين مليء بالخرافات والأساطير التي ينسبها إلى من يسميهم الأولياء أشياء مغزية لا تستطيع أن تذكرها، والله إنه ما تستطيع أن تذكرها لما فيها من الفحش والمنكرات والضلالات والأباطيل ومن تصرفات في الكون ومن علم الغيب ومن إلى آخره. فاحذروا هؤلاء، وأنتم طلاب الجامعة تعود إلى بلدانكم ويوجد فيها مثل هذه الترهات ومثل هذه الضلالات، فتعلموا العقيدة الإسلامية الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، وعودوا إلى بلدانكم وعلموا توحيد الله الحق، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كيف إذا هدى الله على أيديك وناس كثيرين ماذا تكسب وماذا يعطيك الله من الخير ومن الفضل والإكرام؟ فاحرصوا على دراسة هذه العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عقيدة الأسماء والصفات فيها ضلال، فيها تعطيل، في معتزلة، في خوارج، في روافض يعطلون صفات الله تبارك وتعالى وينكرون كثير من أسماء الله وصفاته. تبارك الجامية يعطلون الأسماء والصفات، المعتزلة يعترفون بالأسماء لكنها أسماء جوفاء لا معنى لها عندهم، الأشاعرة يؤمنون ببعض الأسماء يؤمنون بالأسماء ويؤمنون ببعض الصفات ويعطلون صفات الصفات الخبرية الرضا والغضب والمجيء والنزول وما شاكل ذلك، هذه يعطلونها ويجارون فيها الجهمية والمعتزلة والخوارج. فصححوا عقائد أنفسكم وعقائد المسلمين إذا عدتم إلى بلادكم، صححوا في توحيد العبادة، في توحيد الربوبية، في توحيد الأسماء والصفات، لأن كثير من الخرافيين من الصوفية والروافض يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون الكون. الروافض يعتقدون في الأولياء في الأئمة محبتهم وبرأ الله الأئمة منهم، يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وأنهم أفضل من الأنبياء وأنهم ويعطوهم من صفات الألوهية والربوبية ما لا يقوله اليهود والنصارى والعياذ بالله. فإذا وجدتم من هذا الصنف بصروهم بكتاب الله وسنة الرسول واحتجوا بهذه الآية إذا كان رسول الله لم يغير، وصرح بذلك نوح عليه الصلاة والسلام صرح لقوم أن لا لم يغير ولا يكون عند ملأ ولا يكون عند ألم غير ولا يكون عند خزاء يوم، والرسول قال مثل هذا عليه الصلاة والسلام. أيضا مع قاعدة الصوفية أن أعبدك يا ربي لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. شوف الضلال، يعبد الله فقط لأنه الله فقط، أما الخوف ما في خوف، أما الرجاء ما في رجاء، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. العبادة تدور على الخوف والرجاء، فإذا كان يعبد الله لا يطمع في جنته، الأنبياء يطمعون في الجنة ويخافون من النار ويستعيذون من النار ويطلبون من الله الجنة،
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه قالها الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث سور من سور. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يكثر من هذا الدعاء عليه الصلاة فسئل إلى الحمد لله قال وما جاء الله يصلح بالك قد خاف علينا قال نعم خاف عليكم كيف لا وقلوب الناس بين إصبعين صلى الله عليه وسلم وتعبد الله خوفا وطمعا ورجاء ومحبة ورغبة ورهبة كل هذه المعاني وغيرها من معاني العبودية يجب أن تستحضرها وتتجه بها إلى الله تبارك وتعالى وتخاف الخوف المعتدل الذي لا يؤدي إلى القنوط وترجو الرجاء المعتدل الذي يؤدي إلى الإرجاء والضلال والعياذ بالله وإلى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. وفي هذه المناسبة أذكر من العقيدة إكرام أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أكرمهم وحقق على أيديهم الخير الكثير وهدى الله على أيديهم الأمم والشعوب وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى حتى فتحت لهم الدنيا وحقق الله لهم وعده إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم ترى الأشهاد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنوا في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم على الصالحات يمكن ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم بعد أن يصرفوا حقق الله لهم هذا الوعد واستخلفهم في الأرض وأقاموا العدل وأقاموا العقيدة والتوحيد والإيمان وسائر الشرائع هدى الله على أيديهم الرومان كثير من الرومان كثير من الفرس كثير من البربر كثير من الأتراك كثير من الشعوب دخلوا أو أغلب الشعوب كلها دخلتهم في الإيمان على أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم كثيرا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا